18 سنة الواحد ينتظر لعبة واحدة تقريبا عقدين من الزمن، وأنا أنتظر اللعبة الحفلة هذه. دنق ليون دنق يرحم أمك. أنا أصلا ماني مصدق إني قاعد ألعب اللعبة حاليا، ولكن شوفوا الأفعال لها عواقب يا عيال، وأعتقد الأفعال اللي أنا قاعد أسويها الحين لها عواقب أكيد. أنا قاعد أسجل بعد صلاة الفجر، قاعد أسجل وأنا ما أقدر أشرب موية، فإن شاء الله إني ما أواجه مشاكل طول اليوم من ناحية الموية وما الموية. أنا بالعادة أصلا أسجل وجنبي موية، لأن يعني التسجيل ينشف أم الحلق. وللي بيسأل، للي بيسأل علي صعوبة قاعد تلعب، حاب أقول لك عيب عليك، عيب عليك يا رجل، عيب عليك. أكيد قاعدين نلعب على البروفيشنال، أعلى صعوبة موجودة. هذا إيش بلا هذا؟ أوه ميت، ما أحد مهتم لك. طبعا أنا لعبت تحدي المنشار والمفروض هنا يجوني ثلاثة، لكن هنا الحين بتوقع بيجيني واحد بس. حبيبي كم طلقة، كم طلقة يخرب بيتك. بس خلاص مسدس. والله يا عيال ترى كان يمديني اتفاداه يا اخي. هذا الزومبي هذا او بي الحق ينقال. ايوه كذا ضبطنا سرعة الماوس، صار زي الكلاسيك تقريبا. لكن هذول اتوقع انك تسوي كراوتش. قرب له. ايش قرب له؟ لحظة انا الازرار يا عيال ما تعودت عليها فبجلطكم شوي. انقلع. لا 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 سكينتي قاعدة تخلص على الحمار هذا. انقلع. انا ما راح اوصف لكم شعوري، شعوري ما راح اوصفه لكم لما شفت بعض اليوتيوبرز يعني مثلا الملزلز منزل اللعبة ولاعبها وهي اصلا توها ما نزلت لنا. يا عيال ما اوصف لكم كيف شعوري اني ماني قادر اشوف المقطع. ما ابغى احرق على نفسي، ابغى اشوف المقطع بس ماني قادر، ابغى اشوف المقطع بس ماني قادر. لكن الحمد لله ما حرقت على نفسي، ملت وما شفت اي شيء. عملة البيتزا والله هذول اني انا الظاهر اني بعطيهم. يولع فيه ما يعني حرفيا ما عندي اي مشاعر له تقدر تولع فيه. هذا اتوقع اللي كان يطقطق على المكياج حق ليون في الجزء اللي راح، فخلهم يولعون فيه. لاحظوا معي كيف نسوي كراوتش هنا يا جماعه. ولا لا صح ما يحتاج كراوتش. طبعا تقتالها على السكيتي، على السكيتي لا تعلم احد. يا عيال ابي طلقات بستل، ارجوكم طلقات بستل. مفتاح منين اجيب الام المفتاح حق هذا؟ قاتلهم، ما ابي اقاتل احد، ابي اهرب يا رجل. لا تمسك يا كريم. اقلع. انا راح اروح للمنشار عشان اقدر اخذ الشوتجن بس. خلنا ندف هذا، مع اني بالعاده انا ما احب ادف الشيء هذا، الدولاب هذا ما احب ادفه. تجي هنا وبرفسه واحده نكسر الاثنين هذولا. ناخذ نهج. لا 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 يا تبن. يا كريم لا لا ما. ابغى اطلع الشنطة اخيرا. طيب انت استخدام، انت تجهز. الله يعني فجرت نفسي معكم يا عيال، لكن اوكي. لا 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 لا. بس حبيبي ما معي سكين. انا غلطي اني استخدمت السكين اصلا، لكن الغلطة ما تتكرر ان شاء الله. اسكتي يا اخي، والله العظيم اني توقعت انهم بيخلون ليون اسرع بشوي يا رجل، اسرع بشوي. بس يا اخي اللعب بطيء، والله اللعب بطيء. ليون بطيء لما يلقط الاغراض، بطيء لما يلف يا اخي، يوقف صاير غبي. ايه عطى 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 الحمار. الحين واحد ثلاثة. انحش. خله ينزل. اوه هذا نزل يا رجل، والله العظيم مسخره، والله مسخره. ابي رصاص. هذا الحين ما مات يا ولد، شلون ما مت انت؟ عشق العن ام الحشره يا عيال. مات. خذ اللي طلع. زمرد. ما في مشكله، ناخذ. ما اقدر انط يا عياد، لكمني وانا قاعد انط. اطلع فوق. انا اذكر في طلقات شوتجن فوق، خلونا نطلع فوق. لا مو عشب يا رجل، عن شكلك نسيت اني اطيح. هذا نسيت اني اطيح، والله اني نسيت. حبيبي ما راح اضيع طلقاتي عليكم، انا بعد القريه عندي اعداء بعد. اوكي خلاص رن. ليش الجرس ما يرن؟ لا معليش، ليش وقف ليون يا اخي؟ ليه يا اخي؟ انا اقول لكم والله العظيم حركات اللاعب زي
ياد اقول لك ليون من كثر ما فقد الامل دخل السلاح صار يركض كذا بدون سلاح اسرع له. لا 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 يا عيال والله العظيم يا ان مسكتكم تنرفز هذه اقسم بالله مسكتكم تنرفز. خار تعال تعال تعال. ما مداني اعطيك واحده بين عيونك. ركزوا لي على تتبع الاشعه يا عيال. انعكاسات على المويه شكلها صايع. انا بس ابغى اسمع ليون يقول بينجو خلاص راح اوقف المقطع. انا مرتاح نفسيا الحين خلاص. انا ما عاد ابغى شيء خلاص دام قال بينجو خلاص. الى هنا انا راح اوقف المقطع. اذا كنت متابع جديد لا تنسى تشترك في القناه باذن الله. كل يوم من ايام رمضان راح انزل مقطع واحد على الاقل. فالى هنا وصلنا لنهايه المقطع ونشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه وفي امان الله.